لمن بحياته رباه مشكاة الأنام ومكارم الأخلاق في تبيانها أغلى الكلام. من طيب عطفك رحمتان وجميل عدلك لا يضام، وعلى المحبة والهدى فيك شمائل بالتمام. سلمت يمينك سيدي فيما زرعت على الكرام، ربيت جيلا لم يزال يزدن في أبهى مقام. وصلاة صلاة ربي دائما تغشاك في مسك الختام، يا من بهديك نقتدي وعليك من رب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بحبيب الحلوين، أهلا بكم مرة أخرى مع طفل رباه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا دايما أن بطل هذه القصص هو طفل اسمه نور الدين محمود، رباه والده على الكتاب والسنة وعلى هدي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي حبا من أعماق قلبه، وكان يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وقصة اليوم يا أحبابي بعنوان نور الدين ينقذ جاره من السجن. تعالوا نشوف القصة بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان نور الدين كان له صديق حبيب وقريب إلى قلبه اسمه بلال، فكان يذاكر مع بلال ويذهب معه إلى المدرسة في كل يوم، بل وكان يلعب معه وكان يأكل معه وكان صديقا حبيبا مقربا إلى قلبه. وفي يوم من الأيام رأى نور أن بلالا لم يأتي إلى المسجد في الصلوات الخمس لمدة 5 أيام، فشعر بشيء من القلق والضيق، فذهب إليه من أجل أن يطمئن عليه. وهو ده اللي لازم يتعمل لما حد يلاقي صديقه أو صاحبه أو زميله بقاله فترة مش موجود، لازم يطمئن عليه ولازم يشوف أحواله. فذهب إليه نور الدين في بيتي وقال له: يا بلال كيف حالك؟ قال: بحال بئيسة يا نور. قال: لماذا؟ قال: سجن والدي. قال: ولماذا دخل السجن؟ قال: اشترى لنا بعض الأجهزة الكهربائية التي كنا نحتاج إليها، ومضى على شيكات 6000 جنيه، فلما لم يستطع أن يدفع المال سجنه صاحب تلك الأجهزة الكهربائية. فقال له نور: ولماذا لم تسأل أقاربك لكي يسد ذلك المال ويكون على سبيل القرض ثم ترده بعد ذلك؟ قال: والله يا نور ذهبت إلى كل أقاربي وطلبت منهم المال، فلم يرضى أحد منهم أن يدفع لي جنيها واحدا مع أنهم كلهم أثرياء. فقال له: لا عليك يا بلال، إن شاء الله سيأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب نور الدين من بلال أن يعطيه عنوان ورقم هاتف هذا التاجر الذي سجن والد بلال، فأعطاه هاتفه وأعطاه عنوانه. فذهب إليه نور الدين بعد أن ذهب إلى بيته وأخذ معه الساعة والهاتف واللابتوب والكمبيوتر، ذهب بهم جميعا وذهب إلى ذلك التاجر ودخل وسلم عليه. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت وماذا تريد؟ قال له: أنا نور الدين زميل بلال الذي سجنت والده بسبب أنه لم يستطع أن يدفع أقساط تلك الأجهزة الكهربائية. قال: وماذا تريد يا نور؟ قال: سأضع بين يديك اللابتوب والكمبيوتر والساعة والهاتف، وكل هذا سيكون عندك أمانة على أن تأتي غدا وتخرج والد بلال من السجن، وأعدك خلال أسبوع فقط أكون قد تصرفت في 6000 جنيه، أعطيك المال وتعطيني أغراضي، لكن أرجو منك وأسألك بالله ألا تفرط في تلك الأشياء، اعتبرها أمانة عندك.
فتأثر الرجل، قال له وما الذي يحملك على ذلك؟ إيه اللي يخليك تضحي باللابتوب وبالساعة والكمبيوتر والهاتف كل ده عشان زميلك؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فسر الرجل لهذا الكلام وأخذ منه تلك الأجهزة، لكنه ترك له الهاتف حتى يستطيع أن يتواصل معه. ذهب نور يا أحبابي وخرج وهو يحمل هم الدنيا كلها، كيف يستطيع أن يتصرف في 6,000 جنيه من أجل أن ينقذ والد بلال؟ الرجل وعده أن يخرجه من السجن، لكن الرجل يريد المال، فمن أين آتي بالمال؟ فقال أستعين بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط اللي هي الإبرة إذا أدخلت اليم، يعني إذا أدخلت البحر، لو حطينا الإبرة في البحر هتاخد إيه من البحر؟ ولا حاجة. وإلا فلو أن الله أعطى كل إنسان من الإنس أو الجن حتى، يعني من الإنس أو الجن من يعني من بداية الخليقة إلى نهاية الخليقة، لو كلهم اجتمعوا في مكان واحد والله أعطى كل واحد ما يتمنى ما نقص ذلك من خزائن الله من شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. فقام نور الدين وصلى ركعتين حاجة وسأل الله عز وجل أن يرزقه بالمال من أجل إخراج والد زميله بلال. وفي الصباح الباكر ذهب نور الدين إلى المدرسة، وإذا بهم يقولون له إن مدير المدرسة يريدك يا نور. فذهب إليه نور الدين ودخل وألقى عليه السلام، فقال له مدير المدرسة عندي لك مفاجأة عظيمة يا نور ستسعد بها ويسر قلبك. فقال ما هي المفاجأة يا سيدي؟ قال لقد أرسلت الوزارة 10,000 جنيه مكافأة لك لأنك منذ 3 سنوات وأنت التلميذ المتفوق الأول على المدرسة منذ 3 سنوات، فقد صرفت لك الوزارة 10,000 جنيه مكافأة. فما كان من نور إلا أن بكى وخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، سجد شكرا لله على أن فرج هذا الكرب. فلما سأله المدير ما الذي حملك على البكاء وأن تفعل هذا؟ قال له يا سيدي لقد سجن والد صديقي بلال، وذهبت باللابتوب والكمبيوتر والساعة وأعطيتها للتاجر على أن أتصرف له في 6,000 جنيه خلال أيام، وما دريت كيف آتي بذلك المال. فلما فرج الله الكرب حمدت الله عز وجل وشكرت الله حتى أخذ ذلك المال وأدفعه للتاجر وأسترد الكمبيوتر والساعة واللابتوب حتى لا يعاقبني والدي ويظن أني قد فرطت في تلك الأشياء. فقال له المدير يا لك من ولد بار طيب مبارك، والله يا نور تمنيت أنك تكون ابني. فقال له نور وأنا في مقام ابنك أيها المدير. أخذ نور 10,000 وتوجه إلى التاجر فورا، وإذا بالتاجر يتلقاه بكل سعادة وسرور وقال له يا نور لقد أخرجت والد بلال من السجن اليوم وقلت له أنك أنت الذي دفعت له المال، ففرح فرحا شديدا وعاد إلى بيته مسرورا وسرت الأسرة كلها ودعوا لك بكل خير. فقال له جزاك الله خيرا يا سيدي وهذه 6,000 جنيه كما وعدتك. فقال له التاجر نظرا لمرؤتك يا نور والله لن آخذ إلا 4,000 جنيه وهي ثمن تلك الأشياء التي اشتراها ولن آخذ الربح من ذلك أبدا. فرد إليه 2,000 وكان نور قد حصل على 10,000، فأصبح معه الآن بعد أن دفع 4,000 أصبح معه 6,000 جنيه، وكان قد كان سببا في تفريج الكرب والسجن عن والد بلال الذي كان من المقرر أن يقضي في السجن 3 سنوات، فقضى في السجن 3 أيام فقط وخرج بفضل الله أولا ثم بفضل ما فعله نور. ذهب نور إلى البيت وأخبر والده بما حدث بعد أن رد اللابتوب والكمبيوتر والساعة،
ففرح والده بذلك وشكره على ذلك، ثم ذهب نور إلى بلال وأسرته وبارك لهم على رجوع والدهم إلى البيت سالما غانما وشكروه. وقال له بلال: والله يا نور لن أنسى لك هذا الجميل أبدا. فقال له نور: لا جميل ولا شيء، فالمؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنت أخي وحبيبي، وكان يجب علي أن أفعل هكذا معك ومع والدك. انتهت القصة يا حبيبي، وغدا نلتقي مع قصة جديدة مع طفل رباه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى لمن بحياته رباه مشكاة الأنام، ومكارم الأخلاق في تبيانها أغلى الكلام. من طيب عطفك رحمتان، وجميل عدلك لا يضام، وعلى المحبة والهدى فيك شمائل بالتمام. سلمت يمينك سيدي فيما زرعت على الكرام، ربيت جيلا لم يزال يزدان في أبهى مقام. صلاة ربي دائما تغشاك في مسك الختام، يا من بهديك نقتدي وعليك من ربي السلام.